السلام عليكم حبايبي، كديري؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ رجعت لكم فيديو جديد، ولكن ماشي بالحيويه والضحك والنشاط كيف ما كنشارك معكم النشاط. غادي نشارك معكم داكشي اللي شاط. المهم انا مريضه، وداكشي علاش ما بقيت صورت، ما بقيت حطيت حتى فيديو. دازت عليا هادي 4 ايام دابا، مرضت نفس المرضى انا وماما. كنا مشينا لواحد الريستو، كنت صورت ليكم فلوق، صح ما كتابش، ما لحتوش ليكم، لحقاش اصلا ما عنديش جهد باش نمونطيه. ديجا داك الريستو هو الزوين، واكلين فيه ديجا شحال هادي، كنا كلينا فيه وطرا لينا والو. هاد المره فاش كلينا فيه تسممنا، وماشي كلنا، غير انا وماما وخالتي عزيزه واحد شويه. شنقولك، دازت علي انا وماما، هلا دياغي هالمعدة حاجاكم، اما واحد السخانة قتلتنا. راه كرة طلعت شي 40 درجة، داك النهار كانت طيبة، لا انا لا ماما. صوري، راه قالك تشبت غارق بغارق، وما ما كاين. انا هانتوما سمعوا، انا كنقول ماما يا كتقولي وانا كنقول لها يا كتقولي قالت لي كنزه، قلت لها نعم، قالت لي زي تليفون سنابي. مصطي ماما باقا مسالي باش نسنابي. ايوا، ودازت علينا صراحة، ولكن الحمد لله على كل حال. دابا باقي مرض، وباقا مصباح انا كنبكي، تصوروا كنبكي، الدموع ديالي كيحرقوني بقوة، ما انا سخونة ما الدموع سخونين. دابا يلا جات عندنا هذا مسكينة، جبت لي واحد الدواء غادي نشربه، غادي نشوف ان شاء الله كيحيد السموم من الدات، وان شاء الله غادي نمشيو للطبيب. هذا مكان، هانتوما معايا. المهم ها هي دابا جبت لي الدواء. اليوم السلام سلام، اديش عليا شي شي لافايقه ما بغيتش نبدا. المهم انا يلا غادي نشرب دابا الدواء. الله يفوتني دعواتكم ليا بالشفاء العاجل. انا وماما صراحه دازت علينا 4 ايام، اقسم بالله الا الصحيه كلشي ما كاين، لا خروج لا دوره لا ضحك لا والو. اهم حاجه تكون صحتك بخير وعلى خير. انا اصلا كيعيف، ولكن بسم الله ونشربوا على الفطور، باقا مفاطاش. وانت شربي يلاه، سدي لي نيبي، سديني اجي سدي لي حتى شد الكاميرا. سديني فكرت ريحتو خايبه، عافاك بقاي ساده، ما تحليش تحلي ياكل. بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر. مجوعيني نيبي، سدي لي نيفي وشربي. يلا سدي، والله حتى زوين. شوف اعطي ايحاء لدماغك انه زوين. يلا سدي، شرب. العين بدات تترفع، سدي سدي. ويلا سدي، تحلى غنضربك. سدي شربي شربي، خلقيني مزيان هكا. بيبي صغيور، يلا 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 يلا. برافو، بقاي ساده بقاي ساده بقاي ساده بقاي ساده قبل ما تلف. قلت لها بقاي ساده لحقاش انا اصلا ديجا ضراني المعده، وحيت الدواء ريحتو خايبه. يعني غادي شما غادي تقي حاشاكم، هو مزيان تقي باش نخرج داكشي اللي عندي. يا خصك تقي، حيت ما تقيتش كاع هاد 4 ايام. سمحوا لي الا كنعاود هاد الكلمه، ولكن كنت تقيت غادي نخرج داك الميكروب اللي عندي. انا ما تقيتش، دونك ما فاتنيش الحال. باقا النكهة ديالو ماشي مشكل. دابا ان شاء الله غادي نمشي للكونترول عند الطبيب ديال القلب، كنت ديجا غادي نمشي عنده. عرفتي راه ملي مرضت وانا عندي رونديفو معاه وما مشيتش ليا الصقعات. قولي انا انت اللي صقعه. ويلا غادي نمشي ليه، غادي يدير ليا واحد اللعيبه غيكبها ليا تبقى واحد اللعيبه غادي ديال طونسيون، غادي نبقى دايره 24 ساعه، غادي نرجع عندو غدا نحيدها، ومن تما غادي نمشيو عند الطبيب ديال المعده ان شاء الله، باش نشوفو شنو الميكروب اللي عندنا، حيت ضروري خصنا نحيدو هاد الميكروب، راه شي حاجه اللي صعيبه بزاف. بغيت ندوي معاكم قداش جيت مع بابا وماما قدي واحد الغرام،
ودابا يلا 12:30، الطبيب دابا غادي يكونو سالاو، يعني خاصني نتسنى حتى الجوج، وكان خاصني ضروري نجي مع بابا وماما، ودابا خلاوني في الطوموبيل. عرفتي اش غادي نقول لكم؟ شاداني شي دوخه مع نادم، مشات حتى العشيه عاد ترجع عندي، ضرتني كرشي بزاف، زي كنحس بها كتقطع، وشادني شي معده ما واكلاش، ما قداش ناكل في المود ديال الجوع، خفت ناكل وضرني الماكله في كرشي. ومصيبه كحلة، والله حتى مصيبه كحلة، كليت واحلى ما كليتش واحلى، يعني كيف ما درت مريضه في كلتا الحالتين. واش هادي عين وشنو؟ الله اعلم. بنادم تيقول لي، الناس كيقول لي راه يمكن ضربوك بالعين، ولكن هذا تسمم، حيت ملي كلينا ديك الماكله من تما. ما فهمتش، انا ما فهمتش، بغيت يفوتني الحال قسما بالله، اقسم بالله للصحة هي كلشي. ديما حمدو سيدي ربي، وقولوا الحمد لله والشكر لله اللي خلانا سيدي ربي بصحيحتنا، ما كاين ما احسن من الصحة. انا ديما كنقولها وديما غادي نبقى نقولها، وصافي هذا ما كان. ان شاء الله ملي غادي نمشي عند الطبيب غادي نديكم معايا. بغيت غير ناكل، وخفت درني الماكله، عاد زيد شربت الدوايات قبيله على الجوع، ما واكله والو. نتوما عارفين الدوايات منهم الجوع، عاد ما كيزيدو يضروك، ولكن اش غندير؟ كناكل كان حاشاك، كنبغي نتقي داكشي اللي كليت. تغدينا كيف شفتو، تغدينا عند خالي، وخا انا صراحه ما كليتش، غير ضقت واحد شويه، طيح العصر. المهم تغديت، غير ضقت واحد شويه صافي، ومشينا. ودابا ان شاء الله غادي نمشيو نشوفو عمي. جميل ماما، انا ما عرفتش عمي منين امريكا. امريكا من امريكا، من فلوريدا. من فلوريدا شي 13 عام ما شفتوش. هو وليداته ومراتو، وغادي نمشيو دابا باش نشوفو ان شاء الله. كيف كتشوفوا وجهي اصفر من تما، ان شاء الله غادي نمشيو لعند الطبيب. وسامه قولها اول بوغوس، عرفتي والله تي كيتسطاو عليك البنات اسامه، قسما بالله كنزعف. قولي لي اسامه واش داير قناه تبارك الله خوك بوغوس، زعما ما كيخليهم ما يقولوا لك. البنات ما عندوش قناه، ان شاء الله قريب غيديرها، من اللي يديرها رانا نعطيها لكم، ولكن راه غيديرها قناه ديال اللعب، ولكن هو غيدير قناه ديال فري فاير وبابجي ديال اللعب، ماشي قناه ديال هلاو هلاو فتيات. يلا حنا شادين الطريق دابا، انا كندوي معكم مزيان دابا، حيت دابا كنحس براسي باخر، داكشي كيمشي ويجي، يمشي ويجي، كيشدني الوجع ويمشي عاوتاني. يلاه هانتوما معايا. وصلنا غير دابا، حنا كندقوا. قولي هلاو 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 هلاو. المهم ما صورتش ليكم فاش كنا لداخل، ما بغيتش نصور، ما شنو ما شنو، ربما ما كي ما يبغاوش، ربما ما يبغاوش لي يصوروا مو داكشي، فضلت انني ما نصورش. ودابا خرجنا باش غادي نمشيو على الطبيب، واخا هادي الستة والطبيب راه كان خاصنا نمشيو ليه قبيلة. الله إلا عندنا شي زهر لقاو حال، ما لقيناه شحال حتى الغدا ونمشيو ليه. إيوا هانتوما السلام عليكم. المهم حنا ما خلينا ما درنا، ما كملتش لكم التصوير البارح حيت ما مشيتش عند الطبيب. انا غادي نشوف دابا واحد العطار، هذا جارنا قال لك الوصفات ديالو تقبطله، انا غادي نجرب البنات، ولا عطاني هاد ما عرفت العشوب ولا ما عرفت شنو غيعطيني، وجربته وفادني غادي ننصحكم به.
عرفتي راه ميتة انا وماما بالمعدة بلا دياغي بسخانة كطلع لينا حتى 40 درجة، وانتوما كتعرفوا الاعشاب الطبيعيه كيفوتك الحال بزاف، وهاد السيد تيعبر واقيلا بالصبع كيعبر الميكروب اللي عندك واش كتير ولا قليل. انا ما عرفتش الصراحه كي كيدير، ولكن هانا يلا وصلت عنده انا وماما. دابا هو جارنا كيسكن حدانا، واحنا غنشوفوا ان شاء الله شنو غيدير لينا وشنو غادي يعطينا. احنا دابا عند العطار، هذا هو العطار اللي قلت لكم. انا يلا طلعت دابا الطوموبيل، ها ماما كاينه عند العطار دابا كيعطي هذوك الاعشاب اللي قلت لكم. احنا غادي نجربوهم. ديجا احنا الحمد لله اليوم الخامس وفاتنا الحال واحد شويه، نجربوا هاد الاعشاب في عوض نمشيو عند الطبيب. لحقاش كاع الدويات اللي ممكن يعطيه لينا اي طبيب حنا درناهم. ان شاء الله هاد الاعشاب يفيدونا. هادو اعشاب طبيعيه كيف قلت لكم، هادو اعشاب طبيعيه. هاي هي غادي تجي ماما دابا وغادي توريهم لكم شي حاجه زعما اللي كيخلطها وداك الشيء. لا هادشي انت اللي كتصايبيه في دارك، يعني كيعطيه لك وانت اللي كتوجديه بيدك في دارك. انتم عارفين بنادم راه ما بقات ثقه في هذا الوقت وداك الشيء، اذا ما عندكم مناش تخافوا. وديجا شفتوني شحال مريضه، يعني اللي نفعني انا هادشي راه غادي ننصحكم بهذا السيد. يعني ضروري خاصني نشارك معاكم شي حاجه اللي غادي تفيدكم، حيت بزاف الناس الله يحسن العوان كيضرهم المعده، كيضرهم مصارن، كيضرهم كرشهم، كيضرهم راسهم، بزاف ديال الحوايج. الراجل ديما كنسمعوا عليه، هو جارنا ديما تنسمعوا عليه انه كيبيع الاعشاب وداكشي، ولكن عمرنا طحنا في شي موقف اللي نجربوا من عنده شي حاجه. اول مره غادي نجربوا. احنا دابا غادي نمشيو للدار، ولكن هادشي وقيله ما عنديوه حتى الغدا. حيت قال لك كتشربيه لا يعني فايقه بكري، بقى محطه والو فمك كتشربيه على القيح ولا شنو كيقول، شنو كيقولوا له والله ما عرفت، ما عرفتش ديك الكلمه زعما على الريق، قلت له على القيح. المهم غادي نشربوا ان شاء الله على الريق وصافي، وها نتوما معايا ان شاء الله. حنا يالله وصلنا دابا عند الطبيب ديال القلب، مشيت عند الطبيب ديال المعده. لحقاش قلت صافي غادي ناخذ دوك الاعشاب ان شاء الله اليوم في الليل وغدا بالنهار وصافي. دابا غادي نمشي ندوز عند الطبيب القلب، حيت اصلا كان شحال هادي خاصني نمشي وما مشيتش. وبما انني غادي نمشي لتركيا انا وماما، وغادي نجلس واحد المده اللي غادي تكون طويله واحد شويه، دونك ضروري خاصني نمشي باش الله يحفظ نتجنب اي حاجه طرا ليا تما. يا كمان يا صافي شويه شنو هي انا راه طلعنا نقول لماما اش قالت. انا اصلا ما عرفتك شنو قلتي. شنو قلتي؟ قلت لك من مشيت نجيب لي بريسون شارج من الطوموبيل. دابا لاسانسور كاين. قلت لك طلعت بجري. قلت لك اتصل الدوزيام عاد ركبت. طالعه كتجري عاد ركبت. فين ركبت؟ وفاش ركبت؟ ركبت في الغرفة. واش فهمتي ولا ما فهمتي؟ أنا كنت تما. أنا فهمت شي حاجة راني في حالك. واش دابا دابا كنركبو فيه؟ مشكلة كنركبو فيه. أنت مش كتعرفي. قلتي ركبت في لاسونسور. ايوا احنا مالنا كنقولو كنركب عاد شديت لاسونسور ياك. توصلت الدوزيام عاد ركبت. ودا مالو ما بغاش ينزل. وحنا ورا كنا على الموطور ولا بعدا. احنا بدويات. كتسدنا كنقولها ويلي ما لاسونسور ما دام ينزل. شوفي فين باق. ناري ويلي صحيح كتوقعي كتوقعي
كنا واقفين يلا وين تسافر وين الا زعما المود ديال الضحك معك هاي انتي راسي درني والله حتى درني راه ناري زعما ماما قتلتني بالضحك والله حتى قتلتني بالضحك عرفتي شنو بغيت كنضحك ويضرني راه بصح وكملتها وجبتها انا حاطه الزيرو خصني ندير الزيرو دايره الدوزيام والباب كيتحل لينا في الدوزيام وما فهمت والو علاه لا سلتيني بالضحك هاد المره والله ربي كيجيب لك شي سبب علاش تضحكي باش تفاجئي ونفاجئوا معاكم حتى نتوما شويه انا راه غيفاجئ على الجميع ها هي المهم راك هاد البطونه ديالي بزاف لحم وداكشي وصافي دابا غادي نمشيو نوصلوا طاطا ان شاء الله ومن تما غادي نمشيو للدار حنا يلا وصلنا طاطا وحنا دابا في الطوموبيل راجعين للدار صافي هذا مكان اتسنطا تنبدل حوايجي ونخشي نضركها المهم هذا مكان دابا غادي نرجعوا للدار ان شاء الله باش غادي نجمعوا شي حويجات ان شاء الله نجمع حوايجي وداكشي ديال السفر هذا مكان وبغيت نقول لكم البنات شكرا بزاف لحقاش دعيتوا معايا الصراحه دازت عليا يما تنحس براسي شويه اما البارح راه كنت فاش كنت كنصور لكم البارح عفوا فاش كنت في الطوموبيل وقلت لكم انا غادا للدار فاش ما بين الغدا وما بين الطوموبيل ديك الساعه كنت بابا حطنا في الطوموبيل حطنا في السوق ماما مشات تاخذ مطيشه وانا هو يشدني واحد الوجع في كرسي قلت لها عرفتي شنو انا غادي نبقى واقفه حدا الكروسه سيري تاخذي مطيشه وجي مفاجات بقاتني انا طايحه الارض بعدا واحد الراجل مسكين ولي اتقني كنت طايحه الارض وسط الشمس وزعما السواقين الله ياخذ فيهم الحق عرفتي ما كي كنا ما يتسوقوش لواحد نقولوا ما كاينش مشكل ولكن ما كيتسوقوش وكيجلسوا يايروا بواحد الطريقه خايبه زعما ما فهمتش علاش حشومه والسيده كتبان لكم كتقطع في الارض وانتوما كتقولوا مريضه بشي شي كلام اللي خايب وخاسر حشومه ياك ماما انا عصبوني صراحه حيت وصلت بكم الحقاره انكم تعيروا شي واحد اللي مريض حشومه عيب كاع حتى التعويده لكن اختي الله ياخذ الحق في بنادم الظالم وداكشي وراه ربي كيشوف وكل شيء هذا ما كان واحد الراجل مسكين خرج من الحانوت ديالو واحد الراجل كبير جا عندي كيجري هزني من الشمس وداني للضليله وجابني مسكين قرعه ديال الماء من عنده وشربني تجات ماما بقى معايا تجات ماما الله يجازيه بالخير من هاد المثال كتشوفوا الناس كي دايرين كاين ناس خايبين وناس زوينين في منطقه واحده يعني ما تحكموش على بنادم من المنطقه اللي هو عايش فيها او الحاره اللي عايش فيها فيها ناس زوينين وفيها ناس خايبين يعني انا هادشي شفته بعيني في لحظه واحده سبحان الله شتي ماما يعني كتشوفي الفرق بين عيني لا حول ولا قوه الا بالله هاد الراجل الله يرحم ليه الوالدين في النهار تقني وجات ماما مسكينه صافي وزاتني ومشينا للدار كنتمنى انكم تدعوا معايا انا وماما محتاجين لدعواتكم هاد المره ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي ديال تجهيزات سفاري والسلام عليكم كنبغيكم بزاف